الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا اصدقائي في قناة عالم اطفال. النهاردة ان شاء الله هنعمل وسيلة تعليمية للاطفال، هنعرفهم فيها فصول السنة شتاء وصيف وربيع وخريف، علشان هما بتلخبطوا فيها كتير قوي. فقلت هعمل لكم وسيلة كده ايه بتكون سهلة للاطفال ان هما يعرفوا احنا بنلبس ايه في كل فصل، وكل فصل ايه المميزات بتاعته. فاحنا النهاردة ان شاء الله هنستخدم معانا ورق الفوم اللي انتوا شايفينه ده، ومعانا كرتونه. انا هعمل الفصول بتاعتي على هيئه زي كارت كده. انا جبت الكرتونه دي اهو، قصيتها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو، ده شكلها، وتنتها من النص. بعد ما اتنيها من النص هتاكل كده في النص الكارت بتاعنا، نجيب المقص بتاعنا ونبدا ايه نقص كده زي ايه زي جزء كده طولي اهو، جزء كده صغير وجزء تاني بعيد عنه شوية وجزء تالت. انا هعمل الكارت بتاعي مجسم شوية زي ما عملنا قبل كده في كارت عيد الام. بعد ما قصيت الاجزاء بتاعتي هفتح الكارت بتاعي من جوه، وابدأ بصوابعي ادخل الايه اللي انا قصيته بالشكل ده اهو كده وكده، وابدأ بقى ايه اظبط المثلث المربع بتاعي اللي هيطلع بالشكل ده. اتني كده واتني كده اهو، والتالت ده برضو اهو، اتني كده واتني كده اهو، بحيث ان انا لما اجي اقفله بالشكل ده ادي هيبقى شكل الكتم من بره، وادي الشكل بتاعي من جوه. نبدا بقى نرسم. انا هعمل الكارت بتاع ده كارت الربيع. الربيع طبعا مشهور بالشجر بتاعه، وطبعا انتوا كل واحد هيرسم حسب ما هو بيعرف يرسم. يعني انا هوريكم بس الشكل ان انا هرسم. انا برسم هنا شجرة اهو، ده كل ده هيتلون طبعا بالوان عندي كل ده اهو طبعا، وهنا كمان في شجر هنا كمان اهو، مش عارفة قلم رصاص هيبين ولا لا، بس انا لما اجي الونه هيبان. طبعا هنعمل هنا الشمس بتاعتنا طبعا بالشعاع بتاعها، وهكذا يا اصدقائي هنبدأ ايه نرسم الاشكال بتاعتنا اللي احنا عايزينها كل واحد طبعا. وايه ده كل ده هيتلون بالالوان بتاعتنا. ماشي، ادي اصدقائي شكل الكارت بتاعنا اهو بعد ما رسمناه. طبعا انتوا كل واحد حسب ما بيعرف يرسم، كل واحد وذوقه في التلوين، ممكن تخلوا حد كبير يساعدكم اهو. فصل ربيع بالشجر بالازهار بتاعتنا بالوانها الجميلة، معانا النحلة الحلوة بتاعتنا اهي، ورسمنا زهرتين كبار كده عشان يبين لنا ان ده ايه فصل ربيع. نبدأ نرسم بقى الاشخاص بتاعتنا اللي احنا ايه هنبدأ نلزقهم في الاجزاء دي. نجيب كرتونة كده صغننة ونبدأ نرسم. مثلا انا هرسم مثلا ايه بنوتة كده حلوة اهي كده، وابدأ ارسم لها ما ايه اللبس بتاع فصل ربيع. طبعا في فصل ربيع طبعا احنا بنبقى لابسين ايه، نلبس حاجات عادية كده زي فساتين، حاجات بتبقى خفيفة اهو كده. نبدأ نظبط الايد بتاعتها ويدي رجل البنوتة بتاعتنا اهي. طبعا ده كل ده هيتلون. نبدأ نرسم شعرها، طبعا كل واحد وايه وذوقه في التلوين في ذوقه في الرسم. اهي البنوتة بتاعتنا الحلوة اهي، وايديها طبعا. احنا هنبدأ نرسم بقى ايه اشخاص زي كده زي البنوتة دي. هنرسم هنا ولاد برضو، نرسم برضو، هنشوف برضو نرسم ايه هنا جنب الشخصيات بتاعتنا اللي احنا هنلزقهم على هنا، واحد اتنين تلاتة اهو يا اصدقائي. بعد ما رسمنا الشخصيات بتاعتنا نبدأ بقى نلونهم زي الامورة دي اهي، بدأنا نلونها اهي طبعا بلبس الربيع الجميل اللي هو بيبقى ايه لبسنا بيبقى خفيف وحلو وجميل. طبعا في الربيع الناس بتحب تخرج قوي وتروح الجناين، ويبقى فيه شم النسيم كمان.
انا بس عشان خاطر وقت الفيديو بتاعي فانا بشتغل بسرعة، وانا هوريكم الحاجات اللي احنا عملناها معانا. طبعا انتوا هتعملوا احسن مني بكتير اكيد. طبعا طبعا انا بلون حسب ذوقي انا، انتوا طبعا كل واحد هيلون حسب ذوقه. نعمل الشعر بتاعنا بتاع الولد الحلو ده اهو، نبدأ نعمله كده اهو كده. هبدأ اجيب انا معايا الوان مية هنا، ببدأ الون الشكل بتاعي بتاع الايد كده. عايزة اعمل اللون بتاع جسمه، طبعا انا هخففه بالمية. هاي اصدقاء الشخصيات بتاعتنا الحلوة دي، نبدأ بقى ايه نلزقهم في الحتة اللي احنا قطعناها ديت. هنبدأ ايه نلزقهم، هذا الاول هنا على جنب، نلزق الورق الجميل ده. دي كده نلزق البنوتة الحلوة دي كده اهو كده. احنا لزقنا اصدقائنا هنا اهو، وعملنا وردة ب الفوم زي ما انتوا شايفين. طبعا انتوا ممكن تعملوا الشخصيات دي برضو بالفوم، بس انا حبيت اسهلها لكم اكتر بالكرتون. ادي اهو شكل الكارت بتاعنا من جوه. هنبدأ بقى ايه نظبط الكارت بتاعنا من بره. طبعا احنا مش هنسيبه كده، انا جبت طبعا اي رسمة عندي اهو، جبت الرسمة بتاعتي دي انا هلزقها على الكارت بتاعي كده، اللي هو الوش بتاعي اللي باين. انا هلزق الشكل ده هرجع لكم. اهي اصدقائي شكل الكارت بتاعنا من بره، بعد ما لزقنا عليه شكل كده زي الوردة عشان يقولنا ان ده الربيع اهو بالمنظر ده. هجيب بقى الفوم الجليتر اللي عندي، هجيب اللون الاحمر اكتب عليه كلمة الربيع. طبعا انا هكتبها من قدام، لان انا لو كتبتها من ورا وجيت قصتها هتطلع العكس، فلازم لما تيجوا تكتبوا كلمة تكتبوها من قدام بالفوم الجليتر. استخدموا القلم السنون، قلم السنون بيحفر الفوم بيبين لكم الكلمة عشان تعرفوا تقصوها. فانا هكتب هنا كلمة الربيع، فاهو انا بكتب الربيع. طبعا انا هنا شايفة، مش عارفة انتوا شايفينه ولا لا، بس اهو انا كده هكمل كلمة الربيع بتاعتي وهقصها. وادي اصدقائي شكل الكارت بتاعنا بتاع الربيع زي ما انتوا شايفين اهو، وكتبنا فيه اسم الربيع من فوق. ولما نيجي نفتحه نلاقي ايه شكل الاطفال الحلوين ده بالورد بالاشجار بموسم الربيع اهوت شكله. هوريكم بقى ان انا عملته الكروت بتاعتنا، وانتوا تقلدوها زي ما انا عملتها كده، عشان بس وقت الفيديو ما اقدرش اعمل كل الكروت دي. ادي كارت فصل الشتاء، ادي الشتاء اول لما نيجي نفتحه اهو اهو بيبقى بالشكل ده. طبعا في فصل الشتاء بيبقى فيه سلوك، بس احنا مش عندنا هنا في مصر، طبعا في الدول الاوروبيه بيبقى عندهم تلج، احنا عندنا مطر. احنا هنا بنبدا ايه نلبس بقى ايه الحاجات الايه الصوف البلاطي زي البنوته اللي هي لابسه دي، والجواكت والكوفيات والطواقي. معانا الشخصيه طبعا الكريسماس دوت اللي هو الرجل الثلج، طبعا ده مشهور قوي يعني في ايه في اوروبا بره، عشان بيعملوه بالثلج بتاعهم والشجر بتاعنا اهو. ده هنا استخدمت الفوم، وهنا برضو بالفوم، عشان كده بقول لكم ممكن تستخدموا الفوم بدل الكرتون. لو مش عندكم كرتون اعملوا فوم، لو مش عندكم فوم اعملوا كرتون. ادي فصل الشتاء ماشي. هنعمل بقى نشوف فصل الخريف. فصل الخريف بيمتاز، احنا دلوقتي في فصل الخريف. الخريف طبعا الشجر الورق بتاعه كله بيقع، طبعا انتوا طول ما انتوا ماشيين في الشارع هتلاقوا الورق بيقع. وادي شكل الكارت بتاعنا من جوه برضو، ادي شجر والورق بتاعنا بيقع. وفصل الخريف دايما بنلبس ايه، مش هو الشتاء، احنا بنلبس حاجات بكم يعني ايه، لا هو تقيل ولا هو خفيف. برضو ادي الكارت بتاعنا حلو، انتوا اعملوا زي ما انا عامله كده بالظبط. اخر فصل معانا فصل الصيف، الفصل اللي كل الاطفال بيحبوه عشان خاطر بيروحوا الايه بيروحوا المصيف. ادي الكارت بتاع فصل الصيف بالبحر بالشمسيه بالكوار. طبعا احنا طبعا بنروح المصيف، طبعا نلبس المايوهات، الاطفال بتلبس التيشيرتات يروحوا يعوموا. وادي الشمس بتاعتنا عملناها بورق الفوم، ايه رايكم؟ طبعا الكروب بتاعتي دي انا مش هسيبها كده، انا جبت كرتونه بالمنظر ده اهو، كرتونه كبيره عشان هي طبعا وسيله تعليميه. ادي الكرتونه بتاعتنا،
طبعا انتوا عايزين تخلوها بيضه خلوها بيضه، عايزين مثلا تجيبوا تلاقوني زمان ملونه برضو، ممكن تجيبوا اللزق اللي هو اللي بيلزق ده برضو تعملوا عليه خلفيه، كتبنا عليه المناخ ورسمنا طبعا اي رسم انتوا تحبوها اهو. وابدا بقى ايه الزق عليه الفصول بتاعتي بالترتيب. طبعا احنا لو بدانا بالصيف، احنا لو بدانا بالربيع، الربيع بعد الربيع بيجي ايه بيجي الصيف، وبعد الصيف الفصل اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو الخريف، وبعد الخريف احنا دلوقتي مستنيين الشتاء. هنلزق الوسائل بتاعتنا التعليمية دي وارجع لكم. وادي اصدقائي الوسيلة التعليمية بتاعتنا الربيع والصيف والخريف والشتاء بالترتيب، وكل كارت فيه الاطفال بتوعنا بيلبسوا ايه في الفصل ده، ادي الربيع وادي الصيف. طبعا انا هحاول افتحه كده اهو عشان تقدروا تشوفوه، وادي الشتاء بتاعنا الجميل اللي احنا قاعدين مستنيينه، واحنا في فصل دلوقتي احنا في فصل الخريف اهو. ايه رايكم في الكروت بتاعتنا النهارده في الوسيله التعليميه؟ بتعلم الاطفال كل فصل عشان الاطفال بتتلخبط فيه جامد، فحبيت اوريه لكم بطريقه سهله كده تقدروا تعملوها. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، يكون سهل وبسيط بالنسبه لكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد، يا ريت تفعلوا الجرس يا جماعه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.